طيب دحين قلنا لما بنقيس الكهرباء بيطلع لي نتيجة، هذا النتيجة يا إما عبارة عن إيش؟ وقت ما هو العصب مرتاح بنسميه ريستنج بمبرين بوتنشل، أو وقت ما العصب بنعمل له تحفيز، فهذا التحفيز يا إما عبارة عن أكشن بوتنشل يا إما لوكالايزد ستيمولس بيعمل لي إيش؟ لوكالايزد بوتنشل، يعني تغير مش هيسبب إلى استجابة. إذا احنا دحين جالسين في نفس الشابتر النيرف، خلصنا الهيستوريو، خلصنا الممبرين بوتنشل، ودرينا كيف ما هي العوامل التي بتأثر، ودرينا كيف بنقيس. ودحين أبدأ لما أقيس إيش طلع لي؟ أول حاجة وقت الراحة، جهد الراحة، ريستنج ممبرين بوتنشل، يعني العصب وقت الراحة كم هي الكهرباء الذي داخله؟ تقول لي المفروض صفر، لا، العصب وقت الراحة حقه مش هو صفر، بيكون الأيونات مختلفات، فهو مش هو صفر. إذا ما هو الريستنج ممبرين بوتنشل؟ ما هو الممبرين بوتنشل؟ عرف زي ما هو وزود كلمة ريستنج. الممبرين بوتنشل قلنا إيش؟ هو الفرق في الشحنات في الإلكتريكال بوتنشل، نزغر القلم عشان قد بيحوز. الديفرنس إن إلكتريكال بوتنشل بنقيس بالإيش؟ بالملي فولت، يعني تغيرات كهربائية سريعة، يعني لأطرف حاجة بيستجيبين. between the inner and outer شاشوف التغير حق الشحنات ما بين داخل العصب وخارجه during rest، هو هذا الكلمة الجديدة، ولا الباقي هو نفس التعريف الممبرين بوتنشل الذي قلناه. هو يعني ايش rest؟ يعني ما بش stimulus an stimulated condition، يعني حالة غير متحفزة. طيب لما بنقيس بالجهاز هذا واحط الكترود داخل والكترود خارج والكترود خارج واقيسن للجهاز هذا، بيطلع لي النتيجة كم؟ والله في الأعصاب السريعة والعضلات بيطلع لي سالب 90 النتيجة، هكذا سالب 90. الله خلق العصب هكذا إنه يكون شحنة، الشحنات اللي داخل سالبة ب90 مرة مقارنة 90 ملي فولت مقارنة باللي خارج. طيب في لو الأعصاب هذه الصغيرة ميديوم سايز، يعني أحجام متوسطة، شالاقي سالب 70 أقل في التغير. وفي بعض الخلايا الذي مش وظيفتها انها تنقل الاشارات، بس هذا الخلايا عايشه بممبرين بوتنشل، زي ما ايش خلايا الكريه الدم الحمراء، هي مش وظيفتها تنقل العصب والحارت هذا، فهذا شلاقي حقها من سالب 20 ل سالب 40 ملي فولت، هذا حقها الايش الريستنج ممبرين بوتنشل. اذا درينا هذا الريستنج بوتنشل حق بعض الخلايا. طيب ايش معنى النيجاتيف ساين، يعني العلامة السالبة؟ معناها انه داخل مقارنة بخارج سالب، اللي داخل مقارنة باللي خارج سالب. تقول لي ليش ما تقول اللي خارج موجبات مقارنة باللي داخل؟ شو اقول لك؟ لان الجهاز هكذا، الجهاز بيقول ايش؟ اللي داخل مقارنة باللي خارج، فبيحسب سالب، ما بيحسبش اللي خارج مقارنة باللي داخل فيكون موجب. الجهاز شغال هكذا، ما عنديش القدرة انه زي ما بتفكر. فهذا حال اسمه الريستنج ممبرين بوتنشل. نخش على اول سؤال رتن، يعني سوبر نهيمنا مهم جدا. هذا سؤال اسمه ايش السبب اللي بيخلي الريستنج ممبرين بوتنشل سالب، سواء سالب 90، سواء سالب 70 في الاعصاب، سواء سالب 20 الى 40 في ريد بلاد سيل، ايش السبب اللي بيخلي السالب؟ او ايش الايونات الذي بتسبب في الريستنج ممبرين بوتنشل؟ هذا السؤال ريتن. وبرضه السؤال حالي، يعني ايش السبب الذي بيخلي داخل النيرف سالب؟ والله الذي بيخلي داخل النيرف سالب انه في حال اسمها ان ايكوال ديستريبيوشن اوف ايونز، يعني ايش؟ توزيع مش متساوي في الأيونات. يعني ايش تقول لي؟ يعني مثلا داخل العصب به أيونات معينة ما بتصيرش تطلع لبرا، والعكس في أيونات خارج ما بتصيرش تدخل لقوة، فهذا الحالة اللي داخل واللي خارج بتسبب في ان الشحنات مختلفة. تمام، ما اللي بيسبب هذا ان حالة تطلع وحالة ما تدخلش وحالة تدخل وحالة ما تطلع؟ من اللي بيتحكم؟ حالة ما selective membrane permeability، يعني هذا الغشاء حق الأكزون او العصب
او اي خليه بشكل عام، احنا قلنا دحين اي خليه بنتحكم بشكل عام، بس مهم في الاعصاب. هذا الغشاء بيكون ايش؟ عنده حاجه اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي، يعني قدره نفاذيه الاختيار، يعني ايش؟ يختار هو من يدخله ومن يطلعه، يعني بيكون هكذا مور بيرميابل، يعني نفاذ لبعض المواد اكثر من بعض المواد الاخرى. يعني مثلا هتلاقي انه البوتاسيوم بيتحرك براحته من داخل لخارج، البوتاسيوم كانه ايش؟ الابن الدلوع. بس الصوديوم مسكين ما يقدر شيء، هو عايش خارج الخليه، في نفسه حلم حياته انه يدخل داخل الخليه، بس للاسف الخليه ما بتخليش حر زي ما البوتاسيوم. البوتاسيوم داخل الخليه بس يقدر يخرج طول حياته، وهو بيخرج بس صح ما بيخرج كله، بس بيخرج الى حد ما كل شوي ويتفسح ويرجع ويعيش حياته. بس الصوديوم نفسه يرجع البيت، نفسه يدخل داخل الخليه بس ما بيسترش. ليش؟ بيدخل بس وقت الاستجابه، وقت ما يحصل تحفز، بس في الطبيعي هو ما بيدخلش، عايش خارج في الشارع. هذا اول سبب واهم سبب انه ليش بيكون سالب، بسبب انه في حاله بتجلس داخل وفي حاله خارج بسبب البرميابيليتي حق الممبرين. ثاني سبب ان عندي حاله اسمها صوديوم بوتاسيوم بمب، في عندي زي البومبه هكذا مضخه، ايش فائدتها؟ بتجلس كل شويه تطلع، لو بالصوديوم دخل الى البيت تجلس تطلع الى الشارع، يعني عادي ظالمه اكثر، بتطلع صوديوم صوديوم صوديوم، وبترد البوتاسيوم الى داخل، يعني بتدلع البوتاسيوم بزيادة وبتطرد الصوديوم من البيت. إذا هذا أتسبب في أنه برضو يكون سالب. أتقول لي ليش سالب؟ أهو أنا بين أطرد شحنة موجبة وبين أدخل شحنة موجبة، لا، هي بتطرد 3 صوديومات وتدخل بس 2، فأنت احسب 3 ناقص 2 يعني سالب، 2 ناقص 3 سالب 1، إذا داخل الخلية بيكون سالب. بس هذا بتساهم بنسبة قليلة، بس هذا اللي فوق بتساهم بنسبة كبيرة. ليش بتساهم بنسبة كبيرة؟ لأنها بتسمح للبوتاسيوم إنه يلعب يتحرك براحته، والبوتاسيوم حلم حياته قلنا إنه إيش؟ يخرج من داخل البيت إلى خارج، فهو البوتاسيوم بيخرج إلى خارج أكثر من ما إن الصوديوم بيدخل لداخل. فلما الشحنات بتطير من داخل، الموجبات بتروح من داخل إلى خارج، فبيسبب لي انه ايش؟ السالب بيكون موجود داخل الخلية بس الموجب بيكون خارج. ليش؟ ليش؟ لان الصوديوم ما بيبدلش بدل البوتاسيوم، لا، البوتاسيوم بيلعب براحته. فهذا هو السبب الرئيسي للشحنات السالبة. وعشان هكذا البوتاسيوم شرير. ليش شرير؟ موجود داخل الخلية بنسبة كبيرة بعكس الصوديوم اللي موجود خارج. البوتاسيوم موجود تتخيل بنسبة كبيرة داخل الخلية، يعني أنا لو قمت ألعب في إنسان وأضرب له حقنة بوتاسيوم في الجسم حقه، لو أضرب غير شوية هيحصل تغيرات كبيرة. يعني ليش؟ لأنه البوتاسيوم هذا بيخرج بنسب قليلة وبيتحكم بها المضخة، بترد من خارج إلى داخل. بس الصوديوم مسكين كل، يعني لما بيدخل بنسبة كبيرة إلى داخل الخلية يلا بتتأثر الخلية، فهو مش شو ذيك الأساس حق الريستينج ممبرين بوتنشل، بس البوتاسيوم هو المسبب الرئيسي للريستينج. فلو غيرت أنت في الإنسان سواء زودت البوتاسيوم أو قللته هيسبب مشاكل في الجسم بكل. فأنت لو تشتي تتخلص من أي حاجة في أي حاجة صاحب ولا اي واحد يتخلص منه، اضرب له بوتاسيوم بس ما اضرب له ايش؟ صوديوم. يعني الصوديوم يسبب لي مشاكل بس على مستوى بعيد، اما البوتاسيوم بسرعه. طيب اذا السلكتيف بيرميابيليتي حق الممبرين قلنا هي السبب الرئيس للسالبيه. قلنا الديفيوجن از ذا مين فاكتور، قال لك الذي بيحدد الريستنج ممبرين بوتنشال. حاجه اسمها الديفيوجن يعني ايش؟ انتقال المواد. قال لك البوتاسيوم هو اكثر واحد اكثر واحد داخل الخليه، تمام، اكثر واحد داخل الخليه وشحنه موجبه، تمام. اما الذي داخل الخليه وشحنه السالبه هذه هي الفوسفيت والبروتينات، شحنه سالبه.
داخل الخلية في عندك فوسفيت وبروتينات بتكون شحنتها سالبة. إذا داخل الخلية عندي فوسفيت PO4 وبروتينات بروتينز، هذا لا سالبة، والبوتاسيوم على الناحية الأخرى موجب. خارج الخلية من أشهر واحد موجب؟ الصوديوم أكثر واحد موجب، وأكثر واحد سالب هو الكلور. فهذا لهنا الممبرين حق أي خلية قلنا بيدلع على البوتاسيوم، بيسمح له أنه يخرج من داخل إلى خارج، بس ما بيسمحش زي ما البوتاسيوم يسمح للصوديوم، لا، البوتاسيوم 1000 مرة ضعف الصوديوم في الحركة، فالبوتاسيوم طول حياتي يخرج 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 يخرج. يعني شوف كم يا سهومات بتخرج، بس الصوديوم سهم واحد بس. فلما بيخرج البوتاسيوم على طول على طول على طول بيسبب ان الريستنج ميمبرين بوتنشال بيكون شحنته سالبة. اذا درينا هذا اول حاجة في السلكتيف. بعدين قال لك نفس الكلام، قلنا الذي خارج هو ايش؟ الكلور والHCO3 هنا السالبات، والموجبات هنا الصوديوم، هذا بالنسبة للخارج. طيب لو ما أنت تحسب الصوديوم خارج إلى داخل، خارج مقارنة إلى داخل، خارج أتلاقي 140 ملي مول مقارنة باللي داخل 14 ملي مول، ملي مول هذا وحدة قياس ما عليكم. إذا 140 إلى 14، أما البوتاسيوم فهو 140 داخل إلى 4 خارج. إذا البوتاسيوم حلم حياته إنه يخرج من البيت للشارع وبيحقق هذا الهدف، الممبرين بيساعد، بس الصوديوم المظلوم عايش في الشارع 140 مقارنة بالداخل 14، وحلم حياتي يروح البيت ينام، بس ما الخلية ما بتسمح ليش زي ما بتسمح للبوتاسيوم. عشان هكذا اهو قال لك، عشان هكذا الكونسنتريشن جريدينت، يعني الكونسنتريشن جريدينت بالعربي التركيز الغشائي او حاجة هكذا، الكثافة التركيزية، عشان انه يحصل ديفيوجن من البوتاسيوم، شوف من انتراسولار الى اكستراسولار، حلم حياته انه البوتاسيوم يطلع برا، اما الصوديوم حلم حياته انه يرجع البيت. قال لك this diffusion بيحصل عن طريق ايش؟ بروتين channel، عن طريق بروتينات. البروتينات هذا هل هي يعني هن هي موجودة في الممبرين؟ لو هذا الخلية ايا كانت، سواء خلية عصبية او اي خلية، عندها بروتين شانلز، يعني ايش؟ فتحات بروتينية. هذا الفتحات ظالمة، ليش ظالمة؟ لانها بتسمح للبوتاسيوم يتحرك براحته، بس بتحرك للصوديوم انه ما يتحركش براحته. هذا القنوات هل هي قدامها حارس؟ هل في حارس بيحرس هذا القنوات؟ لا، فهذا القنوات مسكينات ما بيش حارس. فلما ما بيش حارس منسمين ايش؟ هذا القنوات منسمين ليكج شانل. يعني ايش ليكج شانل؟ يعني قنوات بتسمح بالتسريب. يعني بالتسريب ايش؟ دحين لما اقول لك سربوا الامتحانات، يعني ايش سربوا الامتحانات؟ يعني ما بيش مراقبة على هذا الامتحانات، ما بيش حد بيراقب. وهذا نفس الشيء حصل تسريب للايونات، يعني ما بيش مراقب لهذا القنوات، فبيسموه نون جيتد، ما بيش حارس، على طول عمال على بطالة جلسان، مفتوحات always open، يعني مفتوحات 24 ساعة. بس قال لك هذا رغم ان المفتوحات 24 ساعة لكنهم ظالمات. ليش ظالمات؟ بيخرجين البوتاسيوم، بيحبين البوتاسيوم اكثر من اي حد. انا غلطت اول قلت بيحبين البوتاسيوم 1000 مرة ضد الصوديوم، وهو قال لك ايش 100، يعني انا اول غلط 100 مرة بيحبين البوتاسيوم اكثر من الصوديوم، 100 مرة مش 1000. هذا بسبب ايش؟ ليش بيحبين الصوديوم؟ لأن قلنا ايش؟ قال لك because they are many more leaked، يعني ايش؟ بيكونن بسبب تسريب مش بسبب حارس. لو في حارس انن عادلات، اي تحكمين بعد اخرج انت وادخل انت، بس هذا ما بيش حارس، فلذلك بيحصل هذا البوتاسيوم بيحبن اكثر. قال لك فلذلك نسبة انه البوتاسيوم يطلع through the leaked بوتاسيوم channels، ذا حين هذا لا بيدخل MCQ، يقول لك نوعية التشانلز هذا الليكج بوتاسيوم تشانل، هل فيها جيتد؟ هل فيها حارس؟ تقول لي اكس، مش هي حارس. هل هي بتحب الصوديوم اكثر؟ تقول لي اكس، بتحب البوتاسيوم. هل
بتسمح بالبوتاسيوم يخرج للشارع ولا بتدخله البيت؟ تقول له بتخرجه إلى الشارع. إذا هذا هو الليكج بوتاسيوم شانل، فبتخرج البوتاسيوم أكثر من إنها تدخل الصوديوم عن طريق الصوديوم شانلز. الصوديوم شانلز مسكينات قليلات مش موجودات، يعني عددهن أقل من البوتاسيوم. درينا هذا، إذا درينا الامسكيو الذي يدخل على الليكج، الموضوع كله أصلا رتن الليكج بوتاسيوم، الليكج بوتاسيوم شانلز ننقيتد من غير حارس، وبيعتمدين على الكهرباء. يعني إيش بيعتمدين على الكهرباء؟ يعني والله لو داخل الخلية داخل الخلية قلنا في الطبيعي مثلا سالب صح؟ فهذا السالب لو والله الطبيعي حق الخلية مثلا سالب رقم معين، افترض ان السالبية زادت، يعني ايش السالبية زادت؟ مثلا 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 بدل ما كان سالب 100 رجع الى سالب 200، يعني ايش السالبية زادت. الليكج شانل هذا من اللي بيتحكم؟ رغم انه ما بش حارس يتحكم بالبوتاسيوم الا انها بتحس للكهرباء. لو السالبية زادت هي تقوم تحافظ على البوتاسيوم داخل الخلية، تقول لك ايش احافظ على الموجب، عشان ايش الموجب مع الموجب مع الموجب يرجعني الى المية. بس افترض انها رجع الريستنج الى الصفر مثلا مثلا مثلا، فهذا يسبب ايش؟ ان هذا القنوات يقولن برا يا بوتاسيوم اطلع برا اطلع برا. ليش؟ عشان تطرد اكثر موجب موجب موجب، اطرد 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 اطرد، بحيث انه يكون داخل سالب، نطرد الموجب الى برا 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 برا، بحيث انه نرجع الى السالب 100. فهذا هن رغم انه لا يوجد حارس الا انن حساسات للكهرباء. اذا درينا هذا القنوات لما يدخل MCQ هل هن بيحسين بالكهرباء؟ نعم يحسين بالكهرباء، بس هل بيحسين هل فيهن حارس جيت؟ لا، ما بيش بواب ولا حارس. فقال لك ايش the drive، يعني هن بيدخلين، يعني احنا قلنا في الطبيعي بيخرجين البوتاسيوم صح، لكن اي حين يدخلين اي حين يدخلين العكس البوتاسيوم من خارج الى داخل، يدخلين في وقت ما هو الكهرباء عكسية. يعني ايش الكهرباء عكسية؟ حاجة بنسميها هايبر بولاريزيشن، يعني لو هذا العصب ريستنج هكا الريستنج حق السالب 90، لو حصل عكس سالب 200 قلنا، لو زادت السالبية يعني ايش؟ بدل ما الخط هذا المستقيم هكذا لا نزل لعند السالب 200. في هذا الوقت لما بينزل من النورمال حق النورمال كان هنا، النورمال المفروض كان هنا، نزل الى سالب 200، لما نزل الى سالب 200 هذا القنوات تحس بالكهرباء، تقول لك ايش ادخل الموجب ادخل بوتاسيوم ادخل، في بتعكس وظيفتها بدل ما بس بتخرج لا، لما يحصل هايبر بولاريزيشن يعني ايش زياده في السالبيه تدخل بوتاسيوم الى داخل الخليه، يعني ايش بتدخل الموجب الى داخل، لما يدخل الموجب الى داخل الخلية يقل من سالب 200 الى سالب 90، اذا هي بتحس بالكهرباء بس ما بش فيها حارس. قال لك فلذلك البوتاسيوم بيطلع الى برا، قال لك فلذلك المسبب الرئيسي للريستنج ميمبرين بوتنشل هو خروج البوتاسيوم في الطبيعي، لما بيخرج البوتاسيوم هو بيسبب لي الريستنج ميمبرين بوتنشل، يعني لما بيخرج البوتاسيوم الجهد العصبي وقت الراحة. فهذا اذا البوتاسيوم هذا لما العب به في الجسم بيسبب ان الانسان ممكن يموت تمام، بس الصوديوم لو لعبت بكثرة يموت بس بقليل ما يموت. قال لك the membrane is also membrane، هذا دحين خلصنا الصوديوم والبوتاسيوم ومشاكلهم. الممبرين برضو ما بيسمحش ان البروتينات او الانتراسيلولر انايونز، من الانتراسيلولر انايونز يعني السالب اللي داخل قلنا هو عبارة عن بروتين فوسفات، ما بيسمحش لهذا السوالب انهن يطلعن لبرا، remain trapped يجلسين trapped يعني فخ، يجلسين داخل الخلية، فهن بيجلسين داخل الخلية بحيث انهن
يجلسين داخل خلية بحيث انه البوتاسيوم بس اللي بيطلع لبرا فبيسبب لي سالب 90 الذي هي الريستنج ميمبرين بوتنشل. اذا قال لك ال 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 البوتنشل ديفرنس بيكون بسبب انه داخل نيجاتيف مقارنة بال الموجب اللي خارج. قال لك كل ايون كل ايون يعني كل عنصر البوتاسيوم والصوديوم والهذا والكلورايد بيحاول انه يكون ايش يوصل الى حال اسمه اكوليبريم بوتنشل. يعني ايش اكوليبريم بوتنشل؟ يعني جهد متساوي. يعني انا ذحين لو عندي هذا الخلية هذا الجذر حقها وهذا الفتحة حقها لو انا بس وقفت كل الدنيا وقف طبعا الخليه بيدخل لها حاجات وبيخرج منها حاجات والصوديوم بيدخل والبوتاسيوم بيخرج والكلور مدري ما كل يعني تغيرت. لو انا وقفت كل هذه التغيرات سكوت يعني وقفت كل حاجه وسمحت بس لعنصر واحد عنصر مثلا وليكن البوتاسيوم جيت سمحت له انه يتحرك هو الوحيد بس الثانيه منعتين شلاحظ ان البوتاسيوم بالفطره يتحرك عشان يكون داخل 140 وخارج 4 حبات 140 مقارنة إلى 4 هكذا بالفطرة. ليش؟ لأنه لما بيغير نفسه إلى هكذا 140 مقارنة بأربعة بيوصل إلى الريستينج بيوصل إلى مرحلة التساوي. بس الصوديوم لو جيت أنا سكت الانتقالات كلهن وما بقي معي إلا انتقال الصوديوم فتحت له قناة شالاقي إن الصوديوم لو بالفطر فلته أيحب إنه يكون 14 داخل ومية واربعين خارج هكذا البوتاسيوم الصوديوم أيجلس ينتقل 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 إلى درجة إنه يحافظ على 140 برة واربعتاعش جوا. في هذا اللحظة أيكون عندي الصوديوم ما عاد بيتحركش حاجة اسمها equilibrium potential أو البوتاسيوم ما يتحركش equilibrium potential حق البوتاسيوم. في هذا الناحية بيكون دخول الصوديوم يساوي خروج الصوديوم أو المثال الأول دخول البوتاسيوم يساوي خروج البوتاسيوم. يعني أيش؟ يعني ما عاد فيش حركة كبيرة الذي بيدخل يساوي اللي بيخرج خلاص الانفلكس أو دخول الأيونات حاجة اسمها إنفلكس يساوي الإيفلكس دخول الأيونات وخروجهن. لما أوقف كل حاجة وأسمح لأيون واحد بس يتحرك مثلا الصوديوم أو البوتاسيوم لما أسمح له هو لوحده يتحرك في وقت إني غلقت كل الدنيا وسمح غير لهذا العنصر بس إنه يتحرك شخليه يتحرك براحته. لما يوصل للفطرة حقه بتوصل لحاجة اسمها equilibrium potential بيكون في هذا ايش بيكون فيها الحاجة اللي بتدخل الانفلكس يساوي الايفلكس من نفس هذا العنصر. اذا الصوديوم لما بين فلة مثلا لوحده يدخل ويخرج بيدخل بعدين يهدأ هذا لو سكت كل القنوات الثانية. فلما بيهدأ في حاجة اسمها equilibrium potential بيكون فيها الانفلكس اللي داخل يساوي اللي خارج يعني ايش هدوء خلاص بيدخل واحد ويخرج واحد تساوي مش بيدخل ثلاث ويجلس ويدخل لا انا بنسمح له يدخل بعدين استنه لما يهدأ بيكون الداخل يساوي اللي خارج بيدخل اثنين مثلا ويخرج اثنين. بس لما اجي اشوف اقيس ذا حين كم اللي داخل واللي خارج بالنسبة مثلا للصوديوم اللي داخل شالاقي 14 واللي خارج 140 يعني ايش مش كل الصوديوم لما خلاص انا سكت كل القنوات غلقتهن سمحت مثلا غير للصوديوم انه يدخل ويخرج. الصوديوم في البدايه يبدا يشوف الدنيا فتحوا لي الوضع اذا شو ادخل يجلس يدخل لما يكون داخل 14 وخارج 140 في هذا الناحيه. لما يكون الرقم هكذا الصوديوم يقول خلاص الحمد لله انا دخلت بما يوازي الطبيعي حكي بيقول انه ايش 140 شحنة خارج و14 داخل بهكذا انا قد عبيت الخلية موجب بما يسمح ان الخلية داخل الموجب حقها يساوي الموجب خارج. تقول لي بس كيف الصوديوم
140 خارج و14 داخل. لا، الموجب بشكل عام، الموجب مش هو بس الصوديوم بيساهم فيه، لا، البوتاسيوم بيساهم فيه، ولا هذا بيساهم فيه، بس انا سكت الثانيين منعتهم من الدخول والخروج، سمحت بس للصوديوم انه يدخل ويخرج. لما سمحت للصوديوم انه يدخل ويخرج، اعمل لي سمحت له يدخل، فهو دخل 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 شحنة موجب وموجب وموجبة، الى اضافة الى اللي كان موجود داخل، لما وقع خارج 140 وداخل 14، حصل equilibrium potential بالنسبة للصوديوم هذا. فهذا حقه الصوديوم. البوتاسيوم الرقم ثاني، البوتاسيوم يحب يطلع يطلع يطلع، البوتاسيوم يطلع يطلع يستغل يستغل يطلع يطلع، لما يكون خارج 4 وداخل 140، في هذا اللحظة يكون الموجب اللي داخل نفس الموجب اللي خارج، والسالب اللي داخل نفس السالب اللي خارج، بس اللي بين سمحت لي يخرج ويدخل هو البوتاسيوم. فهذا الفطرة حق البوتاسيوم انه يكون داخل 140 وخارج 4، بحيث انه الانفلكس ساوى الايفلكس. فهذا بنسمي equilibrium potential. والذي ما فهمش يحاول معلش يشرب شاهي كذا ويهدى ويسمع من مرة ثانية ويحاول يفهم. هو سهل يعني، وما بش فيه صعب شوي ما يفتهمش من اول مرة، بس مع الوقت ان شاء الله هيفتهم. والذي ما فهمش عادي، مش لازم يفهم من اول مرة، يعني ان شاء الله معلي ما يفهم. واهم شيء ان الاكوليبريم بوتنشال هو عبارة عن ايش؟ انفلكس يساوي ايفلكس، الذي يشتي يحفظ. فهذا الاكوليبريم بوتنشال، والباقي مش مهم يعني للدرجة هذه انه يفتهم من اول مرة. طيب، وهذا بيوريك الكهرباء اهي زي ما وريناك. شوف ذا حين بيوريك على عنصر عنصر. البوتاسيوم بس لو سمحنا لي يتحرك ايش هيحصل؟ البوتاسيوم يحب انه يطلع لبرا. ليش؟ لانه داخل كثير، فهو يشتي يطلع لبرا. بس لو جينا نشوف الشحنات بتسحب البوتاسيوم لينا الى داخل، ليش؟ لانه داخل سالب، سالب 90 داخل، فالسالب 90 بتحب الموجب، موجب بوتاسيوم. فهي مجموع هذا مع هذا يسبب لك ان شوف السهم اللي بيطلع لبرا سميك، والسهم اللي بيدخل غليظ. لما تجمع هذا مع هذا يدي لك انه البوتاسيوم يجلس يطلع، النت افكت او الحصيلة انه البوتاسيوم يحب انه يطلع 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 يطلع، الى اما السهم هذا يبدأ يصغر 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 ويختفي. ليش؟ لاني سمحت له انه يطلع لبرا. اما الصوديوم يحب يدخل، والشحنة تحب تدخله، السالب يحب يدخل الموجب، اذا السهم يزيد الى داخل. فهذا الريستنج بيحب الصوديوم انه يدخل الى داخل.